الاستقامه مع تعاليم ديننا الحنيف، كنا قادرين على البقاء امه موحده. هزمنا الفقر وكانت لدينا افكار جديده وشعب قوي الاراده مستعد للعمل معا على تكوين دوله الامارات العربيه وكانت ولادة اتحادنا تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقادة الإمارات المتصالحة الذين عملوا معا على تكوين الاتحاد الكامل. انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدول العربية، وفي 9 ديسمبر تم رفع علم الدولة أمام مبنى الأمم المتحدة ليراه العالم أجمع. أشرطة أفقية متساوية بألوانه الأخضر والأبيض والأسود وشريط رأسي باللون الأحمر من جهة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالسنة الأولى لوحدة أمتنا. التمكين غايتنا ونقف معا متحدثا.